سبب وجودها ايه وسطينا، انما انت حبيبتي، انت اللي في قلبي، انت الاولى والاخيره. ربنا يكبر بخاطرك زي ما انت دايما جابر بخاطري. انا لازم انزل عند ميعاد ساعه زمن كده وارجع لك. لا اله الا الله. محمد رسول الله. عليا اسفه اني جيت لك من غير ميعاد. لا لا خالص، اتفضلي اتفضلي. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ وحشتيني قوي قوي. كويسه يا بابا اشرف؟ انت كله تمام؟ كويسه. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. تشربي ايه بقى؟ رغم ان انا عارف كويس انت عايزه تشربي ايه؟ العصير بتاعك مش كده؟ عندك؟ طبعا عندي، من ساعه ما عرفتيني عليه وانا بقيت احبه قوي قوي قوي. عارفه ليه؟ ليه يا بابا؟ لانه بيفكرني بيك يا حبيبتي. يعني حياة بتوحشك زي ما بتوحشك؟ طبعا بتوحشني قوي. اقعدي جنب مامي هنا لحد ما اجيب لكم العصير واجي لكم. تشربي ايه يعني؟ اي حاجه. ايه رايك نجيب لها العصير بتاعنا؟ ماشي ماشي يلا. حبيبه قلبي، لما بابا اشرف يرجع عايزاكي تدخلي تلعبي جوه في اوضه عمر عشان انا وهو نتكلم كلام كبار. ممكن؟ ماشي يا ماما. ميرسي يا حبيبتي. اتفضلوا العصير بتاعنا. يلا يا حياة. ايوه بايدك الاثنين. برافو. خير يا علي؟ في ايه؟ انا قلقانه على حياة قوي يا اشرف. ليه مالها؟ ما هي كويسه وزي الفل اهي. كل ما بنام بحلم ان انا تايهه في صحراء لوحدي وحياة عماله تنادي عليا وانا مش عارفه اوصل لها. اهدي بس يا عليا، انت اعصابك تعبانه من اللي كنت فيه. انا برضو اللي هقول لك. انا خايفه المرض ده يرجع لي تاني. انت ليه مش قادره تصدقي ان انت خفيتي وبقيتي كويسه؟ لان ده مرض خبيث وممكن يرجع في اي وقت. وبتقدري البلا ليه قبل وقوعه؟ وافرض رجع لي تاني، تقدر تقول لي ايه هيكون مصير حياتي من بعدي؟ بعد الشر عليك يا عليا. انت عارف انا كلمت الشريف اخويا في كندا، يعني قلت يساعدني في الهجره عشان لو حصل لي حاجه تبقى حياه جنبه. يا عايزه تهاجري للدرجه دي؟ الموضوع موتر. ولما كلمته توترت اكتر. ليه؟ عشان اتهرب مني وتحجج بحجج فارغ عشان ما يشيلش المسؤوليه. يا ازاي يعمل كده؟ ده اخوكي برضه. الغربه غيرته خالص وخليته انسان غريب حتى عن اقرب الناس ليه. اهدى يا عليا، ربنا ما بينساش حد. وبعدين انا جنبك اهو. اشرف تتجوزني؟ ايه ده؟ احسن حل انا لقيته. انت الوحيد اللي بنتي متعلقه بيه وبتحبه، ولو كبرت في حضنك انا هبقى مطمنه عليها.